الزمالك بدل الحكم. الحمد لله، يعني الاختتام كان ناجح، ودورة الباهية فوت في طبعة 26 والتي عرفت مشاركة 80 فرق، واليوم كان الاختتام والذي عرف حضور جمهور كبير. كرمنا وشجعنا وهنأنا كذلك الفرق التي نشطت النهائي، مشكورة كذلك الفرق التي شاركت في هذه الدورة والمؤطرين والمسيرين والتدعيم الذي لقيناه كذلك من السلطات المحلية وكذلك الخيرين واللاعبين المعروفين. هذه الدورة التي عرفت مشاركة يعني لاعبين القسم الوطني الأول مع خليط تاع لاعبين ما بين الأحياء، وهذا هو الهدف الذي تسعى إليه جمعية روديوز من هذه التجمعات في ظل الملاعب الجوية التي وفرتها الدولة الجزائرية. وكذلك مشكورين الفرق التي شاركت في هذه الدورة، ومشكورين كذلك كل من ساعد في نجاح هذه دورة. سعيد جدا بتواجد هنا في ولاية وهران، تحديدا في لا رادياز، في هذا الملعب الجميل الذي سيشهد النهائيات هنا في طبعة 26. شكرا موصول يا السيد شافي قادة رئيس جمعية لا رادياز ولكل القائمين عليها، لكل المنظمين. السلام عليكم، معكم حميتي عبد الغني من ولاية مستغانم. الحمد لله يا ربي رانا نشارك في هذه الدورة باش نخلقوا جو ونخلقوا صداقة بيننا وبين خاوتنا، والهدف تاعنا نلعبوا في فرق كبرى ان شاء الله يا ربي الا كان معنا لعنا الحظ ان شاء الله يا ربي. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.